سيكون هجومنا على مراحل أربع: القلعة الكبرى، بغداد ودولة العباسيين، حلب، دمشق. هكذا نكون قد وسعنا إمبراطورية المغول إلى حدها الأقصى دون أن ندخل في صراع مع الفرنجة. كيف سيكون تسلسل تحركنا؟ سنسير عبر أقصر الطرق وأسهلها، نحاصر القلاع وندمرها جميعا. أما سيد القلعة فسنتركه حتى النهاية ليسقط كتينة جافة. وهل سيسير جيشنا من قلعة إلى أخرى بكامل عدده؟ إن ذلك سوف يستغرق وقتا طويلا. سينقسم جيشنا إلى فرق يتولى قيادة كل منها واحد منكم. وهل ستكون قوات الفرق واحدة من حيث العدة والعتاد؟ كما قلت يا بايجو، كل فرقة من هذه الفرق يقودها قائد لا يتلقى الأوامر إلا مني أنا شخصيا، وكل فرقة خلال الحصار تعمل على تصنيع السلاح وكأنها جيش بأكمله. وأين ستكونون إذا واجهتنا ونحن متفرقين معركة كبرى؟ سأبقى على اتصال ببقية الفرق التي تحاصر القلاع. إذا اضطر جيشنا لمواجهة جيش عدو فستتحول الفرق إلى ميمنة وميسرة، وأنا في القلب كي أضرب عمق العدو وأدمره. بعد أن تنهار مقاومة العدو من الحصار ماذا نفعل؟ هل نقبل باستسلامه؟ أم نقتحم القلعة بالقوة ونستبيحها؟ أبقوا على حياة الصناع والمهرة ومن يمكن تسخيرهم لفائدتنا، أما الباقي فاذبحوهم ذبح النعاش. بالرعب وحده ننتصر ونعلي شأن دولة المغول فوق مزاعم تلك الحضارات الفانية. فليعش